لحقته قبل ما يقصه. الحرام ما على يدك اليمين على ما على يدك تعال هنا. مين دي يا همام؟ مين دي؟ نجوتك يا احلى صلحه في الدنيا. الحمد لله. همام نادم على جامع يشيلني، تلقاه نايم ورا الباب. حاضر. تعال يا همام. انت مش اتجوزت خلاص؟ مفيش بيات غير عندي. قلت ايه؟ وماله يا بنت عمي؟ ترجع بس قاعتي. دي غريبة ما تعرفش الطريق. تتوه هنا ولا هنا. طيب يا همام. طيب. ميت. أنا علي الجن علي. أستاذي إبراهيم بعتي رسول ليك يا مصطفى بيك. قل له ينسى جن علي، مماليكي كلهم جاهزين وعلى أبواب بيته. جاهزين فين؟ كلهم باعوك يا مصطفى بيك، والمسكين الوحيد اللي فضل مخلص ليك هو تحت رجلي. وانت جاي ليه؟ أهربك. ومالي وأرضي؟ مالك وأرضك هناك في الصعيد، هحافظ لك عليهم لغاية ما ترجع من المدفع. وإن قلت لأ تحمر. والأمان جن علي. ليك الأمان والوعد، وكلها شهور وترجع من المدفع وحقف جنبك لغاية باب القلعة. عهد قسم جن علي. المصحف والسيف. المصحف والسيف جن علي. وادي المصحف بتاعي. هات السيف بتاعك. السيف خاين. الشهادتين اولى من الشتايم يا مصطفى بيك. المماليك هيتعبوا قوي لغاية ما يعلقوك. تحياتي. ها عملت ايه يا جن علي؟ لو شفت لون دمه كنت اطمنت يا مولاي. لا اله الا الله. الله يرحمك مصطفى بيه. ليه كده يا جن علي؟ ليه؟ ناوي يقتلك والولاء ليك. مين ابوك جن علي؟ مش فاكره. انا ابوك جن علي. ده شرف كبير يا ابراهيم بيك. ها مين سيدك جن علي؟ حضرتك يا أبوك ولا سيدك؟ ما شفتش أبويا وربيتني أنت. وما خلفتش جن علي. أربع زوجات وعشرين جارية وإبراهيم بيع عقيم وجن علي ورثني. طول عمري ليك يا مولاي. مسكين مصطفى بيه. يدفن مصطفى بيه وأنت تحبس نفسك ثلاث أيام جزاء لجرمك الشنيع. أمر مولاي. وبعدها تخرج تشوف صرفة في أرض المرحوم في الصعيد. جن علي انصرف انصرف يا قاتل. Thank you.
اهدي. بص ابويا يا شيخ العرب، خد طار ابويا يا شيخ العرب، انا في عرض. أنا ما لمستش أي حد فيهم يا مولاي. هما مين قطع كل الرز دي جنعان؟ عرب خونة عملوها وقبضوا الثمن. لحسابك جنعاني؟ لا يا مولاي، لا. لحسابك أنت ورث مصطفى بيه. مصطفى بيك؟ الله يرحمك مصطفى بيك. أوحش حاجة في الدنيا الخيانة جنعاني. مش أوحش من ضياع الأرض والقصب يا مولاي. أرض وقصب ورث مين جن علي؟ ورث مولايا إبراهيم بيه. جن علي هجموا علينا وسط القصب زي القطة، رش من الداري ولقيت فيها الغدر والسلاح، ما شفتش غير عينيهم، حسوا الروس حس كأنه ما يحسوا برسيم. لكم كانت لسه في حنك أبوي وأعمامي ساعة ما رأسهم طارت، لحقت رأس أبوي وطرت.